بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے دوستو, آج پیر کے دن کسی بھی وقت یہ دعائیں پڑھو, رزق, حاجت, بیماری, ہر قسم کی پریشانی ختم ہو جائے گی. دوستو, اگر آپ اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے اور آپ کی جوریا رزق سے بھر جائے, آپ کے مشکلات حل ہو جائے, تو آپ ان دعاؤں کو آج کے دن ایک مرتبہ پڑھیں, خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی اس کے بارے بتائیں. انشاءاللہ العزیز ان دعاؤں کی برکت سے اللہ پاک آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا, نیک اعمال کی توفیق نصیب ہوگی, اللہ کی رضا حاصل ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی میں سکون اور خوشحالی بھی آئے گی. تو آئیے دوستو دعائیں سماعت فرمائیے جو آپ نے آج کے دن پڑھنی ہے. اگر ممکن ہو تو یہ دعائیں میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھیں. یا ملک یا قدوس یا سلام, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, یا ذل جلال والاکرام, يا عزيز يا جبار يا متكبر, لا إله إلا الله محمد رسول الله, إن الله على كل شيء قدير, يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث, لا إله إلا الله سبحان الحليم الكريم, لا إله إلا الله سبحان الفتاح العليم, يا رحيم يا رحمن يا جار المستجيرين, يا ولي المؤمنين, يا صاحب كل غريب, لا إله إلا الله سبحان العزيز العلي, لا إله إلا الله هو الرزاق يا الله, لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين, وإلهكم إله واحد, لا إله إلا هو الرحمن الرحيم, الله لا إله إلا هو الحي القيوم, اللهم اغفر لي وارحمني, سبحان الغني العظيم, يا مسبب الأسباب, سبحان العلي الأعلى, سبحانه وتعالى, سبحان القائم الدائم, سبحان الحي القيوم, سبحان الحي الذي لا يموت, رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك, أستغفر الله ربي وارحمني, فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين, اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا, لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم, ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير, أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم, غفار الذنوب وستار الغيوب, وأتوب إليه, أستغفر الله, أستغفر الله ربي وأتوب إليه, أستغفر الله ربي وارحمني, أستغفر الله وأسأله التوبة, أستغفر الله العظيم, أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم, وأتوب إليه, أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه, لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب العرش العظيم, سبحان الله رب السماوات السبع ورب بالعرش الكريم, لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد, يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير, لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله وحده لا شريك له, أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد, لا إله إلا هو الرحمن الرحيم, لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم,
لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله سبحان الوكيل الكفيل، يا وكيل يا كفيل، وكن رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وأتوب إليه يا ذا الجلال والإكرام، يا عزيز يا جبار يا متكبر، لا إله إلا الله محمد رسول الله، إن الله على كل شيء قدير، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لا إله إلا الله سبحان الحليم الكريم، لا إله إلا الله سبحان الفتاح العليم، يا رحيم يا رحمن يا جار المستجيرين، يا ولي المؤمنين يا صاحب كل غريب، لا إله إلا الله سبحان العزيز العنيف، لا إله إلا الله هو الرزاق يا الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، اللهم اغفر لي وارحمني سبحان العلي العظيم، يا مسبب الأسباب سبحان العلي الأعلى، سبحانه وتعالى، سبحان القائم الدائم، سبحان الحي القيوم، سبحان الحي الذي لا يموت، رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك، أستغفر الله ربي وارحمني، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متكبلا، لا حول ولا قوة إلا بالله الله العلي العظيم، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، غفار الذنوب وستار الغيوب، وأتوب إليه، أستغفر الله، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وارحمني، أستغفر الله وأسأله التوبة، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله سبحان الوكيل الكفيل، يا وكيل يا كفيل، وكن رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، سبحان الله وبحمده، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وإذا مرضت فهو يشفين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، اللهم آفني في بدني، اللهم آفني في بصري، اللهم آفني في سمعي، لا إله إلا أنت،
أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، حين ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله أما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. پیارے دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اس دعا کو ضرور پڑھ لیجئے گا، اور مزید اس طرح کے ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل وظائف امید کی کرن کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے۔ شکریہ۔